كاملين في سوجي يمكن في يمكن كي هكا نقراو دو بريم ابور خلينا نقولوا ونحكيو على السياحه البديله والسياحه المحليه والكوميونوتير نقولوا شنو نحكيو احنا ايكو كونستركسيون نحكيو سياحه هذه الكل سي ان ايكو سيستيم جوستومون وحاجه اللي نجم نقولوا اللي هي تكمل بعضها هذاك علاش حاضر معنا سيد منعم الخميسي منسق وطني وخبير في التنميه المحليه اهلا وسهلا بك سي منعم اهلا وسهلا بك معنا في ايكوماك شكرا يعطيكم الصحه على الضيافه دونك منعم الخميسي نخدم مع منظمه الاعمال الدوليه قدم في اطار قدم شويه ما سالش للميكرو فوالا دونك منعم الخميسي نخدم في منظمه الاعمال الدوليه في اطار مشروع اسمه مبادره نموذجيه لتنميه محليه مندمجه المشروع هذا ممول من الاتحاد الاوروبي ووكاله التعاون السويسريه المشروع هذا يخدم على اربع ولايات في الجمهوريه هي ولايه جندوبه القاسرين قفصه وتتاوين واضح ونخدموا على بلديات محفى وبلديات موسعة في جندوبة مثلا عندنا أربع بلديات محفى موجودين في الشريط الحدودي ثلاثة وعندنا بلدية بلطفو عوان في كونتكست واحد آخر أجرو أجريكال دونك الفكرة ولا باش نتعرف على تنمية محلية بطريقة أخرى ولا بفكرة أخرى ولا بفرصة أخرى في إطار تدخلنا هذا هو المشاريع ندخلوا فيها ندخلوا بحاجتين نحسنوا البنية التحتية ونحاولوا نخلقوا أنشطة اقتصادية للمتساكنين اللي احنا داخلين لهم ولا في الموقع اللي احنا نخدموا عليه باهي وقت اللي نحكيو على الانفراستركتور اليوم وتقول انت نوفروا لهم البنيه التحتيه اللازمه نحكيو على دي كومون والا مدن ولا عمادات في بعض الاحيان قلت لي انت اللي هما ينجموا يكونوا في مناطق صعيب انك تخلط لهم مناطق اللي مش بالضروره الزائر التونسي والا الاجنبي باش يتوجه لهم بطريقه عفويه نحكيو باغ اكزومبل في جندوبه نحكيو على الغابات في جندوبه نحكيو على باغ اكزومبل في تطاوين حكينا بكري على لي ميزون تروغلوديت اللي هما حفورين في الجبل نحكيو على المغاور هكا قلت لي في قفصه وفي سند بالتحديد دونك على الغابات زاده والجبل في قصرين افكتيفمون وبالتالي الانفراستركتور اليوم اللي نحكيو عليها هي انفراستركتور اللي يظهر لي يلزمها تكون Elle fait partie de l'écosystème, وبالتالي لازمها تكون écologique بالاساس. بالضبط. كيفاش يتم العمل هذايا؟ مع شكون تخدموا عليهم الانفراستركتور هذايا؟ المواد المستعمله على خاطر كي نحكيو على لي ميزون تروغلوديت باغ اكزومبل يلزم نحترموا الخاصيه نتاع الجهه هذيك ونتاع البنايات هذيك. حاجة دونك فيها تراث وفيها حماية وفيها دي فوالا باتريمون وفيها دي كريتير ولا مواصفات اللي لازمنا نحترموهم بالضبط هو باش نحط الامور في اطارها احنا راهو نعاونوا البلدية نجيو مع البلدية احنا ما ناخذوش بقعة البلدية وبقعة الدولة دونك نحاولوا نخدموا معاها بالضبط نعملوا لابوي واضح دونك نعملوا الدعم والمرافقة للبلدية في اطار مشاريع نموذجية الفكرة هي ان البلدية غدوة وقت يوفى البروجي هي ادوار اللي زي ديزاكتيفيتي باغي تفهم كيفاش تعملها الاوفراج هذيك هذا باش نحطوا الامور في اطار ولي بروجي هذوما راهم بيوريزي من عند المواطن هو اللي طلبها دونك تصير في اطار تشاركي ان هو يقترح وتصير اولويات حسب الميزانيات وحسب التمويلات اللي موجوده احنا دورنا انه نحاولوا نثمنوا الموارد اللي موجوده غادي سي لا فالوريزاسيون دي ماتريو لوكو واضح وباليد العامله زاد المحلي باش نحاولوا نخلوا هكا الايكو سيستيم اللي موجود لينوفاسيون وين تصير في التشبيك تصير انك تحل اشكاليات باللي مويان اللي عندك غاديك وتثبت الناس هذوكم في اماكنهم اللي متحسن من ظروف عيشهم في الايكو سيستيم اللي هم يعيشوا فيه وتحاول توفر لهم ان تحسن ظروف عيشهم عنده الاكسيسيبيليتي مع ديزون مع جون كلافي ديزون كلافي نجم كهرباء تدخل يخرج يهز مريض ينجم يتنقل تحاول تلقى دي سوليسيون مع الهياكل المحوريه باش يلقى الماء صالح للشراب في ظروف طيبه باش تعمل اناليز وباش تمدهم وباش تلوج على العيون ولا غيره راهي ماهي صعيبه ما يلزمها نحاولوا نلقوا دي سوليسيون مع الهياكل اللي تخدم الخدمه هذه ومن بعديك نحاولوا نخلقوا موارد رزق وهنا في خلقان موارد رزق يلزمك تفهم لا بوبيلاسيون اش عندها بالضبط شنو المحيط به شنو هي الثروات اللي عندها شنو هو ليزابيتيد اللي هما مستنسين يعملوهم شنو لي كاليفيكاسيون ميم لي كومبيتونس اللي يخدموا به كنت نتحدث على الغابات غابات سي نوتر كونتكست كنت نحكي لك قلت لك راه عندنا 1,200,000 تونسي يعيشوا في كونتكست فورستي راه 8% من السوبرفيسي ناسيونال في الغابه
هالناس هذوما مازال يعيشوا غاديكا اللي نعيشوا اشكاليه ليكزود ولا الناس تهاجر الناس ولات ما عادش يحبوا يعيشوا غاديكا لاسباب اولها البنيه التحتيه يقول لك انا نمشي للمدينه باش نلقى اني ظروف ما خير يقول لك انا المراه تحب تفرهد زاده اذا كان تو بالفيسبوك وبالميديا وبغيرها المراه زاده نتاع الريف هي من حقها زاده باش تفرهد وباش تخرج ما تبقاش في لندن دونك نحاولوا نخلقوا ديزاكتيفيتي معاهم هما يخلقوهم ديزاكتيفيتي نثمنوا اليوم عندهم باش نجموا نلقوا دي سوليسيون مع دي زوبورتينيتي ما نقولش دي سوليسيون هما يلقوهم دي زوبورتينيتي باش ينجموا يطوروا من نيفو دفي اللي هما فيه. واضح دونك لهنايا وين نجموا نحكيوا على السياحه البديله ونحكيوا على سياحه ايكولوجيه ونحكيوا على سياحه اللي هي تنخرط في منظومه الجهات هذيا في حد ذاتها والخصائص نتاعها في كل جهه وحدها. يعني اليوم وقت اللي نحكيوا على السياحه البديله في اطار بلوتو سياحه كوميونوتير لو توريزم كوميونوتير اليوم اي لوكال اللي نحكيوا عليه يكون يحترم خصائص وخاصيات الجهه هذيك بمختلف الابعاد نتاعو. دونك اللي حكيت عليه انت الريفوني والا المورد الرزق اللي باش يتم انشاؤه والا اللي ينجم ساكن ولا متساكن الجهه هيك ينشئه هو اللي باش يخليه ينجم يشارك في هالسيركوي هذايا وينخرط في منظومه السياحه البديله. بالضبط هو راهو كل شخص ولا كل كائن يعيش في بقعه راهو فما ظروف خلات يعيش فيها. دونك لازم نحاول اون ديتيكت الوضعيه هذه ولا كان انسان زعف ما عادش يحب يعيش غالي راه ثم اسباب وقت نشوفوا نعرفوا شنو هما الاسباب نجموا نحاولوا نحسنوا في الظروف اللي هو يحب عليها ساعات ما يعبرش عليها مباشره مي اترافير الحياه اللي يعيشها تنجم انت تديتيكت الشيء هذا. اليوم نحن كنا حتى في تونس نلاحظوا اللي التوانسه الكل هاربين من المدينه يحبوا يخرجوا للطبيعه ثم مصالحه كبيره مع الطبيعه نحكيو لي جون راهو يجيو بالالاف ولاو في لي ويكاند باش يدخلوا الجبل ويعملوا لي طونت ويعملوا لي روندوني ولات السياحه بديله ولات الحكايه هذه جديده على جديده وماشيه وتزيد ولاو لي فامي فوالا دونك لي جون ما يصرفوش برشا مثلا نحكيك على اوبورتينيتي نجم يخرج يديروا من الليل باش يعمل كومبينغ ومن بعد يروح يتفرج في الطبيعه دي ليله ليلتين ومن بعد يروح الوليدات الصغار مع بيانهم ولا غيرهم يقول لك انا باش نمشي نبقى فوتيل اربع ايام ولا ثلاث ايام ونروح ماهيش ساتيسفيزونت توا لو يجيو يلوجوا على ديزوندروا في لي ميزون دوت كيما كنا مثلا يكريو ميزون دوت باش ينجموا يبقاو غاديكا والا زاد يجوا يعدوا اون جورني ويحبوا يفطروا في الجبل علاش ما ثماش طابل دوت يحبوا يشوفوا المواطن هذاك اللي يعيش في الغابه شنو لي زاكتيفيتي اللي يعيشها السكن هو بيدو نحكي على عندهم كانت كلها بالقرموط نحكي على قبل القرموط شنو كان موجود كان ثم الاكواخ علاش جدودنا يعيش في الكوخ ويعيش في عمره طويل اكيد راهو البنيه نتاع الكوخ هذيك واللي ماتريول اللي استعملوهم في الكوخ خلوه يعيش وخلوه لاباس وجاب صغار وجابونا نحن فوالا دونك لازمنا نثمنوا ولازمنا نبحثوا ونعرفوا علاش دونك الفكره هنا انه في التدخل اللي صار الحقيقه في الفيلاج هي موجوده في الغابه في حوالي 65 عائله ديزونكلافي توا كانت اونكلافي مع الطريق كان في برشا اشكاليات يطلعوا كانت صعيب يعني كان الجرار يطلع دونك باش يجي كهرباء صغيره تطلع ما تنجمش ولا بوبيلاسيون واللي يسكنوا غادي اجي شويه خاطر ولادهم مشاو خرجوا بقاو لبيان دونك شنو تنجم تعمل معاهم ابار كيلك جون مازالوا غادي كايا في ظروف ولا والديهم وكل دونك التدخل كان كيفاش نحسنوا ظروف العيش اترافير ديزونكلافمون نتاعهم عملنا بيست حوالي كيلومتر و800 دخلنا باش لمولهم الماء من العيون العذبه اللي في الجبل واللي هي نظيفه دونك اترافير الدوله هي اللي باش توفر الماء صالح للشراب حتى الطريق خدمناها مع الدوله يعني دونك نخدم اون كومبليمونتاريتي افيك ليتا دونك لاكتيفيتي جديده جينيراتيز دو ريفوني شنو هي تعمل لها؟ باش تعمل لها بيقولوا ربي حيوانات مرا كبيره وراجل كبير دونك ما ينجمش باش يخدم باش تعمل له كونستركسيون وباتيمون ما ينجمش دونك الفكره اني انا كيش نثمن هالموروث الطبيعي اللي عطاه ربي وتولي يخدموا سكان ابيل توريزم كومينوتير اترافير نعملوا ان سيركوي باليزي اكريديتي من عند دينوربي يعني يل ريبون لي نورم انترناسيونو نتاع ان سيركوي ايكو توريستيك خاطر ثم دينار ثم حاجات اذا نحترموهم ما نطيجوش البلاستيك في الغابه ما نشعلوش النار في الغابه ما نجيبوش دي برودوي ابار لونفير ليكو سيستيم اللي نعيشوا فيه
نجيب شيشه ونحطها في الغابه مثلا ما تجيش دونك انا نعيش في انفيرونمون سان دونك الفكره انه يجي عباد اللي يجيو يحوسوا يلقاو طريق وساهل ينجموا يخطوا في نهارهم باليزي وواضح وعندهم الافيش ويلقوا على الانترنت ويعملوا دوره ويطلعوا يعملوا روندوني ومن بعد يهبطوا يعملوا دوره في الدوار نحن نقولوا الدوار لوكاليتي اللي تسكنوا فيه الناس هذوك ميقوا ديز اكتيفيتي يلقوا المراه اللي تملس في التين يلقاو الراجل يعمل في العود هذاك بالمغرفه اللي معموله بالعود اللي احنا ناكلوها ايكولوجيه يعني طبيعيه معموله من الطبيعه المكب هذاك اللي معمول زاد باللوح نتاعنا نتاع الغابه وياكلوا الماكله اللي ياكلوها ماكل ما يجيبليش يلزم ياكل بالقمح اللي هو يزرع به كسكسي يلزم ياخذ يشرب البن اللي هو من البقره اللي عنده غادي كاي يلزم ياخذ الخبز المريش اللي عملته المراه اللي كل ما هو موجود في المنطقة هيك وفقط يعني ما نجيبوش حاجة خارج على المنطقة وإنما الكل يكون فريمون من وقتها وتعمل أنشطة معاه وتلعب باللعب اللي يلعبوهم ولادهم يعني باغ اكزومبل انت كي باش تلقى المراه اللي قاعده تطيب في الكسكسي اللي هو من القمح هيك ومن العوله نتاعها ومن غيره وانت تنجم تشارك معاها وتنجم تحضر وتعيش هاللحظه وتاكل الكسكسي هذاك اللي انت عملته معها. انت ربيته معاها وفي اللحظه هذيك في اطار دونك التوريزم اللي نحكيو عليه اللي هو بديل ولكن اي سانسكري في كونتكست لوكال ويثمن الموروث الحضاري والايكولوجي زاده على خاطر والطبيعي اللي موجود ربي عطانا طبيعه مزيانه برشا عندنا الماء عندنا الهواء عندنا الغابه عندنا ثلج نسب الثلج عباد يمشيو يعرفوا الثلج في سويسرا ما يعرفوش في تونس فيها ثلج وتنجم في الثلج تطلع الغادره مش مشكله وتقضي ايامات وقت اللي تولي جوستومون فما اون انفراستركتور اللي هي تخليك تجي واضحه وكل يعني حاجه هايله ولكن جي قلت لي سي ان بروجي بيلوت اللي موجود في جندوبه قصرين قفصه وتطاوين بقيه الجهات هل هناك برنامج جوستومون اللي على خاطر الموروث اللي تحكي عليه صحيح هذوما جهات اللي موجود فيهم ولكن الموروث الثقافي والايكولوجي والطبيعي وال نقولوا احنا حتى المادي ولا مادي زوز موجودين بريسك في كل الجهات التونسية هل هذا مشروع اللي قابل للتطوير قابل أن نشوفه في دوزيام فاز وإلا غيره في مختلف الولايات الأخرى هي هو شوف هي الفكرة كما كنت تحدث راهو نخلقوا دي بروجي بيلوت يا ديبليكي ولا أغيبليكي يا ديبليكي إذا كان في الميم كونتكست أغيبليكي سي في دوتر كونتكست دونك البلديات بيدهم السابيت هي الحكايه هذه وثم ليشانج وثم البارتاج وثم لي مويان ما نقولوش راي لي مويان مسك ماشين لي مويان افيك افيك دي مينيميز دي كو راهو اذا كان نخدم مع المقاول المحلي بالماده المحليه بلاد العمل المحلي وقت مينيميز دي كو نجم نخلقوا دي ولا ننفذ دي بروجي اترافير سو كي لوكال ماتيريو لوكو ومان ديفر لوكال ونجم ناخذ شنو الفكره انك انت تدوا سادابتي زاد الغلاء الاسعار ينجم تستبتي لي شانجمون كليماتيك الماء ما عادش نعملوا برشا غاسباج تاع الماء خاطر الماء راهو ماشي ينقص نحافظوا على الغابه خاطر كنقصوا الغابه ما يجيناش المطر ما يجيناش السحاب دونك هذا الكل يلزمنا ثقافه وشانجمون دو كومبورتمون دونك احنا بيدنا نعلموا مش نتعلموا هل اللي زبتي هذوما اون ديبليك الموجود وتوا راه كل بروجي يصير راهو ينجم يطبق وهما بيد البلديات الصراع اوتونام بما معناه ينجم البروجي هذا راهو بيشوفه انا ديما نقول البروجي ديما عنده عمر عنده نهار يوفى الفلوس يوفى البروجي مي لازم تعمل انونكراج كيفاش لونكراج انك تحافظ على الديمومة تاع البروجي اترافير لي ستركتور دي ليتا لي ديسبوزيتيف دو ليتا اللي هنا نحكي على بلدي دونك البلدي اذا كان نفذ بروجي ب 600 مليون ولا ب 700 مليون ماهوش برشا تنجم تنفذ في دوار واحد اخر افيك ان بيجي واحد اخر في عام واحد اخر دونك هذه هي ليدي نتاع الديمومة تاع البروجي نفهم من كلامك اللي قيمه المشروع هذا بيلوت قداش 600 700 مليون دينار والله تقريبا بالكونتريبيسيون دي ليتا يفوت مليار وطريف مي مازلنا انكور تو كملنا البنيه التحتيه قاعدين نخدموا على كومون اميناجي خاطر لازمك تعمل لاكوي للتوريست تحضر له لي كونديسيون داكوي بالطبيعة بالتراخيص بالليزيتيود مش هكاك بالدوسي اللي لازم يكونك عندك ان سيت باليزي دونك انت قلت لي بكري فما ان سول سيت باليزي ولا ان سول سيركوي المعلومه اللي عندي لا كان سول سيركوي باليزي في تونس هو فاليدي من لينوربي فوالا دونك نجم نطور نعملوا بوكو سيت واحنا بينا نقارنوا شويه العمليه هذه باش نجم نحافظ على الايكوسيستم احنا فيه
زاد ما يجيش منه في الانفورميل نذكر وندخل الجبل. هي وزارة السياحة تقول أنه قاعدة تخدم على لا ديفيرسيفيكاسيون وهذا يدخل في إطار التنوع جوستومون للمنتوج ولا البرودوي توريستيك ومن منهم هو السياحة الإيكولوجية والسياحة البديلة. اليوم هل العمل قاعد يصير بالتناسق ولا بالتنسيق مع الوزارة وإلا على حد اللي نقولوا احنا الكومين وإلا البلدية اللي قاعدين تخدموا معها؟ هو كل عمل نقوم به يلزم عندنا شوية كان كسوا شركان الاجتماعيين ولا شركان زادنا في الدوله. دونك ما نجموش نحكيوا على حاجه فورماليزي خاطر احنا منظمه العمل الدوليه تخدم على كل ما هو فورمال فورماليزاسيون دي زاكتيفيتي نحكي على ترافاي ديسون زي نحترم زاد قيمه العمل وقيمه العامل وكيفاش نجم نخلق العقليه نتاع العمل العمل اللائق للنساء ذوكم. زاد لي زاكتيفيتي لازم يكونوا فورماليزي دونك لي سيركوي راه تعدى بالغابات بور افوار لوتوريزاسيون بالفلاح بور افوار لوتوريزاسيون بالينور بي باش تعطيك شنو هما لي شارت تعدى للسياحة باش يعطوك ويسوقوا لك للعمل هذا. الحقيقه قاعدين توا اوني اون تران دو فيغ بلاتفورم اللي متكونه من الهياكل الكل الانفراستركتور تمشي بطبيعتها باش نعملوا هذه ونعملوا هذه ونعملوا هذه والملف الاداري زاد يمشي بطبيعته ما نخرجوش اور خاطر احنا دورنا نعاضوا مجهود الدوله ما ناخذوش بلاصه الدوله وغدوه الدوله هي البخون لا غوليف والهيكل تاع الدوله باش تنجم تكمل. شكرا لك سيد منعم الخميسي منسق وطني وخبير في التنميه المحليه حكينا على توريزم كومينوتير اي لوكال. شكرا لحضورك معنا وشكرا لكم انتم زاد اللي تابعتونا من ماضي ساعه حتى التوا في الميشن هذه سبيسيالمون دايركت من لوتيكا في متابعه لصالون البناء المستدام. احنا نرجع غدوة في نفس الموعد نفس الليكيب من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. بقيت برامجنا تتواصل على راديو اكسبريس اف ام. خليكم على الكوت.